هذا يسأل شيخ عن النيابة في الحج، متى تصح وماذا على النائب والمنيب؟ النيابة في الحج تصح عن الميت، سواء فريضة أو نافلة، عن الميت أو عن الحي العاجز الذي لا يستطيع مباشرة الحج، لا يستطيع السفر والركوب للحج، وهو لم يؤدي فريضة الإسلام، فيجب أن ينيب عنه من يحج عنه ويؤدي الحج للموكل كما يؤديه عن نفسه. نعم.